مستمرين معاك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز ثمين جدا للنادي الاهلي، وزي ما بنقول كان همنا ان احنا نستمر في سلسله الانتصارات المميزه. النهارده يمكن الفوز اتاخر شويه، الجون كان داخل بالعافيه زي ما قلنا كده، لكن الحمد لله طبعا على الثلاث نقاط. معايا طبعا يمكن نجم المباراه النهارده وصاحب الهدف كابتن صلاح محسن. مبروك كابتن صلاح، النهارده المباراه كانت صعبه بالنسبه لك وبالنسبه لفريق النادي الاهلي، كنا خايفين شويه من الفوز من الترجي، المباراه اللي بعدها على طول بتبقى صعبه شويه بالنسبه لنا، لكن تحضيركم للمباراه والجهاز الفني كان محضر بشكل مميز جدا. يعني النهارده الماتش كان صعب طبعا، اديك شفته، والحمد لله احنا قدرنا نحقق الفوز النهارده. اللعيبه طبعا ضغوطات الماتشات، قدرنا ان احنا نكسب النهارده برغم تعب اللعيبه. ضغوطات الماتشات عندك كل يومين ماتشين، وبعد بكره تقريبا داخلين معسكر، فيعني هو ده الطبيعي ان احنا ان شاء الله يعني احنا ما نخسرش، ما نضيعش نقط مننا. الحمد لله احنا قدرنا نحقق الفوز النهارده في الدقيقه الاخيره، وان شاء الله يعني نقدم، يعني ربنا يكرم الماتش اللي جاي. يعني لو بتكلم قبل النزول على طول، بالنسبه لك مستر باتريس قال لك ايه؟ كابتن يوسف التعليمات كانت بالنسبه لك ايه؟ لان انت نزلت الشكل اتغير بشكل كبير كده يا كابتن صلاح. الحمد لله يعني اتكلموا معايا، قال لي انا كنت هنزل تحت الفراده، ما كنتش هنزل فرود. فطبعا انا نازل، فانا نزلت في اي حته يعني لازم ان انا اعمل عليا عشان فرقتي، يعني احاول انا ازودهم، انا لسه نازل فريش. الحمد لله يعني قدرت ان انا انزل واحط هدف في الدقايق الاخيره، وان شاء الله الفتره اللي جايه يعني انا بقى احلى واحلى باذن الله. يعني رغم تاخر الهدف، لكن ثقتنا الكبيره واكيد ثقه جمهور النادي الاهلي ان في جون داخل وفي هدف داخل، يعني ايه اللي في الملعب؟ انتوا ازاي كنتوا مسيطرين على اعصابكم؟ ازاي كنتوا يعني قادرين ان انتوا ان شاء الله تحققوا الهدف؟ احنا طبعا مش يعني احنا ما بنتكلمش على نفسنا، بس احنا النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي بيلعب للدقايق الاخيره. الماتش كان صعب علينا، بس احنا كنا عندنا ثقه في نفسنا ان احنا ناخد الثلاث نقاط. قدرنا ان احنا نحقق الفوز زي ما قلت لك في الدقيقه الاخيره، والحمد لله يعني ان احنا قدرنا نحقق الفوز وخطفنا المباراه في الدقيقه الاخيره. المرحله اللي جايه، الفتره اللي جايه اكيد الصفحه اتقفلت خلاص بعد انتهاء زي المباراه، الفتره اللي جايه والمباراه اللي جايه بنشوفها ازاي يا كابتن صلاح؟ هو كل ماتش وليه تركيزه وليه اهميته. الماتش خلص، نرمي ورا ظهرنا، نفكر في الماتشات اللي جايه. اللعيبه هنقدر اللي احنا ان شاء الله ندي احسن من كده. احنا النهارده طبعا احنا لسه راجعين من ماتش ترجي، تعبانين وسفر، وناديك شفت الاجواء هناك، اللعيبه تعبانه، وكانت في لعيبه في اوضه اللبس كانت بترجع. فالحمد لله يعني اللعيبه النهارده عملت اللي عليها طبعا، وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدر البطولات نركز اكتر من كده، وهو ده سمه النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك.